تب الرقبه دي مش رقبه واحده، دول ما شاء الله رقبتين، دول رقبتين متقطعين حلقات زي ما انتم شايفين كده. قبل كده عملناها وتبلناها وسويناها سليمه، لكن النهارده حابه ان هي تبقى بالشكل ده كده. ليه؟ علشان لما اجي اقدمها تبقى برضو متقدمه بشكل مختلف. زي ما انتم شايفين كده متقطعه حلقات، الله اكبر عليها، بصوا المنظر ما شاء الله عليك، تسلم ايدك يا مندو والله. طيب التتبيله بتاعت الرقبه عندنا ايه؟ عندنا روزميري فريش، وعندنا كمان زعتر فريش، وبشر برتقال، وكيوي مبشور. وهقول لكم ايه فايده الكيوي لما اجي اتبل اللحوم. 3 معالق كبار مستردة، ونص كوبايه صويا صوص، ونص كوبايه عسل اسود. توابلنا بقى هتكون عباره عن ايه؟ التوابل بتاعتنا هتنزل حالا على الشاشه. 3 معالق كبار معانا كمان من الصلصه، معايا شويه زيت، بهارات لحمه وكاري وكركم وملح وفلفل اسود. اكتر من كده مش عايزه. التوابل سهله وبسيطه، والمكونات برضو بتاعتنا بتاعت التتبيل موجوده ان شاء الله في كل بيت. طيب نونا انت حاطه كيوي، وقلت هقول لكم الكيوي بيعمل ايه في اللحوم، هقول لكم حالا بيعمل ايه في اللحمه. طيب لما تيجي تتبلي لحمه للشوي، وهتشوي مثلا ريش، هتشوي كباب، هتشوي ايا كان نوع اللحمه اللي انت هتشويه، حطي له حبيتين كيوي كده، قشريهم وبصريهم معاه. طيب بيعمل ايه الكيوي يا نونا؟ بيخلي اللحمه دايبه دوب، بيخلي اللحمه دايبه دوب. ما بتحتاجيش ان انت تاخد وقت جامد على النار، ما بتحتاجيش ان انت تقعديها يومين ثلاثه في التلاجه، لا انا هتبل من النهارده، وهبدا ان انا بكره ان شاء الله الصبح بدري اسوي، او قبل ما يجي ان شاء الله اخلي شادي كده يحطهم في الفرن علشان يبقوا مستويين ودايبين معانا. بصوا كده شايفين المكونات والروائح نفسها في منتهى الجمال. تخيلوا بقى دي كده لما تتحط في الفرن هتبقى عامله ازاي، بالشكل ده كده. وادي الملح، وايه، وادي الروزميري، كده، وادي الزعتر. بصوا كده ادي حبة الزيت، ونقلب ده كله مع بعضه. شايفين اصلا الروايح اللي طالعه؟ انا والله لو يخترعوا حاجة تقدروا ان انتوا تشموا الحاجة اللي احنا بنعملها يبقى عملوا معانا الصح. ما هي بتقول لي مش كفاية احنا. بصوا الريحة بتاعت الكيوي مع البشر البرتقال، بصوا المنظر شايفين عاملة ازاي، ما شاء الله عليه. كل اللي انا محتاجاه هروح ماسكه كده. طيب نونا دلوقتي انت بتقولي هتتبليها وتسيبيها لتاني يوم، اه طب انا لو مش عايزه اتبلها واسيبها لتاني يوم، عايزه مثلا اشتغل بيها على طول، الكيوي اللي احنا حاطينه مع التتبيله ممكن ساعتين ثلاثه وتشتغلي بيها، هتلاقيها هايله. طب هنسويها ازاي؟ انت هتحطيها في الفرن؟ لا انا مش هحطها في الفرن. طب هتعملي ايه؟ هقول لكم حالا دلوقتي. انا هديها عشان الناس اللي بتبقى عندها عزايم، والناس اللي بتبقى عايزه تكسب وقت. طيب احنا اهو هننقعها، وهيتعمل فيها ايه؟ هاجي لاخر الحلقه، اخر سيجمنت من الحلقه، هديها صدمه واشيلها متشمعه عشان اكمل تسويتها، عشان برضو الناس اللي عندها عزومات يعرفوا بيعملوا ايه علشان يشيلوا من عليهم مجهود العزومه. بصوا بقى الناس اللي عندها عزومه تيجي تقول لك ايه، انا عندي عزومه وهبدا ان انا اشتغل ازاي. طيب مثلا لو هتعمل حاجه فيها لحمه مفرومه متعصجه، تلاقيها راحت ايه، تروحي معصجه اللحمه وشايلاها، هتيجي تاني يوم مثلا تعملي المكرونه او الجلاش، يبقى اللحمه ايه، خدت ايه، شلت الوقت بتاعها وشلت المجهود كمان. طيب هتيجي مثلا تقول لك ايه، انا عندي هعمل مثلا كفته مشويه، تصبعي الكفته المشويه من قبلها بيوم وتحطيها في الثلاجه، وتيجي تاني يوم طبعا بينها اكياس ثلاجه مفتوحه، تيجي تاني يوم تروحي واخده على طول حاطه في الصينيه. طيب دي كده لو انت هتعملي رقبه او هتعملي حاجه، بس الرقبه احسن يعني عشان مش هتاخد مني تسويه. انا دلوقتي هعمل زي ما اكني عندي عزومه بالظبط، انا تبلت دلوقتي الرقبه بتاعتنا. طيب لو انت هتعمليها في الفرن هتسيبيها في التتبيله من بالليل او من قبلها بيوم، ما عنديش اي مشكله، وتقوم الصبح تروحي حطاها في الفرن مغطياها بفويل، حطاها وهي هتكب يعني هتبك السوائل بتاعتها وتستوي منها فيها. لكن انا مش عايزه كده،
انا مش عايزه كده، مش هسويها في الفرن. امال هتعملي ايه؟ انا هسيبها دلوقتي كده، هقفلها بستريتش. مفيش استريتش. كده نفتح كيس الثلاجه ونبدا ان احنا نغطيها بيه لو ما عندكيش استريتش، وتبداي تسيبيها. هسيبها لاخر الحلقه، اخر الحلقه مثلا هنقول ايه ساعه، ساعه وشويه، يا دوب ان هي تكون ايه اتشربت من التتبيله. وطبعا الكيوي اللي احنا حاطينه هيقوم بالنتيجه كويس قوي. طيب انا علشان مش هسويها في الفرن وهسويها من بره، فهروح مديها صدمه من النهارده. الصدمه دي هتبقى عباره في ايه؟ طاسه وفيها شويه زبده صغيرين قوي، ومش هحط لها زيت، انا عندي زيت، ريحه التتبيله هايله. هنحط ايه؟ شويه زيت او شويه زبده او شويه سمنه، واديها صدمه من جميع النواحي. انا كده شمعتها مع رشه الفلفل الاسود اللي احنا حطينا، مع التوابل الحلوه اللي احنا حطيناها، هتطلع الروائح بتاعتها ويتغير اللون بتاعها خالص. تغير اللون بتاعها خالص، تبداي تحطيها في صينيه او في صاج وتلفيها فويل وحطيها في التلاجه. كده خدتي نص التسويه بتاعت الرقبه، عشان لما تيجي تسوي تاني يوم عايزه تكملي تسويتها في الفرن ماشي، عايزه تحطيها في صينيه وتحطيها على البوتاجاز تسويها ماشي، يبقى انت كده خلاص صنف وخلص منك. هتعملي الرز اللي هتتقدم عليه او تحتيه ويبقى تمام كده خلصتي، وتيجي تاني يوم تلاقي الدنيا بالنسبه لك رايقه وتشوفي ايه اللي موجود عندك. فدي انا هسيبها على جنب كده قدامنا في التتبيله بتاعتها، وعندك اختيارين، يا تسوي في الفرن تاني يوم يا تبداي ان انت تسويها النهارده. بس انا هديها تشميعه من النهارده عشان انا عايزاها بكره اجي امسك حته الرقبه كده دايبه تتفك براحتك. صينيه على النار، والصينيه دي انا حطيت فيها زيت وسبتها يتقدح. ليه؟ علشان انا عايزه مجرد ما الرقبه تنزل تاخد الصدمه وتتشوط وتتشال، انا مش هكمل تسويتها. بس في نفس الوقت لو النار هاديه او العين واطيه او الزيت ما اتقدحش والصينيه سخنت قوي، مجرد ما انزلها هتبك ميه، وانا مش عايزه حاجه زي كده. يلا بينا، بسم الله. من غير ما ياخد لون، بسم الله. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا كده تاخد الصدمه من جميع النواحي، واروح شايلاها. يا اما لو هي الصينيه على قد الكميه ممكن ان انا اديها الصدمه واسيبها في نفس الصينيه تبرد، واروح لفاها وشايلاها في التلاجه بعد كده لتاني يوم. اجي بقى تاني يوم اكمل تسويتها على البوتاجاز من بره، اكمل تسويتها في الفرن، ما عنديش اي مشكله. اعمل بقى جنبها رز بالمكسرات، اعمل جنبها رز بسمتي اصفر، اعمل جنبها اللي انت عايزاه ان شاء الله. حتى تعملي خضار سوتيه وبطاطس، خضار سوتيه وبطاطس مهروسه، وتحطيها ترصيها على الوش. لكن احنا عشان عزومتنا فانا هعمل ان شاء الله باذن الله جنبيها رز بالمكسرات. بصوا الحمد لله الصينيه خدت الكميه كلها. ومع عملنا ايه؟ عملنا الرقبه زي ما انتم شايفين كده، مفيش ماسك، بصوا كده دي الرقبه من امبارح تبلتها ورحت مديها صدمه وقلبتها من ناحيتين عشان اجي النهارده الاقيها دايبه دوب زي ما انتم شايفين كده. طيب ده ايه بقى او هيتعمل ازاي؟ انت لو عايزه تقدميها بالشكل ده كده ما شاء الله عليها. طب لو مش عايزه اقدم، بصوا ما شاء الله، بص يا جمال، لا 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 لا، بص 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 في هنا، يا نهار ابيض على الجمال، بص يا جمال، يا نهار ابيض، شايفين؟ سخنة. نقلبها الناحية التانية كده، وهعمل ايه بقى؟ انا هاخد الجمال اللي نزل منها ده كله اطعم بيه صينية بطاطس. ايه يا نونا الاجرام اللي انت هتعمليه ده؟ عايزة اقول لكم هتبقى صينية بطاطس مجرمة. تعالوا كده، خلاص قلبتها الناحية التانية وهي يعتبر اصلا استوى. ده دايبة دوب فعلا. بصوا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هروح واخدة الصينية كده، بصوا كده معايا، ركزوا في اللي انا هعمله. نركن الرز دلوقتي على جنب، ادي بوله، واروح واخده كده وعامله كده. بسم الله،
شفتوا كده انا خدت ايه؟ خدت العصاره. طيب وايه كمان يا نونا هتعملي ايه؟ صينيه اهي واروح واخده كده عشان انا عايزه كل التتبيله تبقى متطعمه مع البطاطس وتبقى متطعمه مع الخضار اللي انا هحطه، ما تبقاش ان هي اتقلبت في الزيت وخلاص. لا اهو كده بالشكل ده اروح واخده الجمال ده كله كده مع حبه السمنه والبهاريز اللي نزلت منها. ليه بقى؟ ليه انا عملت كده؟ عشان اطعم بيها البصل والجزر والبطاطس والطماطم اللي نزلوا. شايفين ده كله كده؟ يا نهار ابيض على الطعامه. ادي البطاطس بالشكل ده كده. شايفين التطعيمه هتبقى عامله ازاي؟ حته بطاطس فعلا اجرام والله العظيم. بالشكل ده كده نتبل كله مع بعضه ونبدأ نرصه مع الجزر بالشكل ده كده. بصوا بقى ادي الارضيه بتاعت الرقبه اهي هروح عامله كده تمام كده تمام. اجي البطاطس والجزر اقلب في التتبيله والتطعيمه اللي نزلت من الرقبه. انتوا متخيلين طعم البطاطس هتبقى عامله ازاي وهي شاربه من كل الصوص اللي نزل بالرقبه؟ طبعا شغلت عليها امبارح بعد ما اديتها الصدمه واستوت شويه، واول ما جينا النهارده الصبح شغلنا عليها على النار وشفتوها بالشكل ده. اخد بقى الجمال ده كله واعمل كده. وارص كده حبه خضار قسما بالله يعني متعه. واروح عامله ايه؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي انضف مكان الصينيه بتاعتي واروح ماسكه الرقبه اللي احنا عملناها وشلناها في صينيه تانيه اروح احطها على الوش واقفل الفويل وحط يا ست الكل في الفرن ساعة. مش عايزة اكتر من كده، البطاطس مش تاخد تسوية اكتر من كده، والرقبة اصلا مستوية فانت لما تيجي تاكليها تلاقيها اصلا دايبة كمان زيادة. فاحنا مش عايزين اكتر من كده. يلا بينا. يلا بينا. رغدة هتنزل دلوقتي مقادير التتبيلة علشان اللي ما شافهاش امبارح، وتتبيلة الرقبة كانت ايه، وتكملة البطاطس بقى اللي احنا عملناها. يلا بينا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ سباتي بسم الله ما شاء الله حاجه كده فعلا تليق بليله راس السنه، متجمعين بقى انت واهلك وجوزك واولادك ايا كان بقى التجميعه. التجميعه الحلوه هي اللي بتحلي اي حاجه، والناس الحلوه هي اللي بتحلي اي حاجه. مقادير على الشاشه. مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ معانا 2 رقبه، ممكن طبعا تجيبي واحده ممكن تجيبي 2 زي ما انت عايزه. معايا في التتبيله بقى بتاعت الرقبه روزميري فريش، زعتر فريش، وبشر برتقال، ومعانا كيوي مبشور، ومعانا 3 معالق كبار من المستردة، نص كوبايه من الصويا صوص، نص كوبايه من العسل، 3 معالق كبار صلصه طماطم، زيت شويه زيت وبهارات لحمه وكاري وكركم وملح وفلفل اسود. قلبت ده كله مع بعض ورحت بحاطه فيه التتبيله بتاعت الرقبه. عندك وقت تديها ساعتين ثلاثه، ما عندكيش وقت ممكن تديها كمان من بالليل، ما عندكيش وقت اديها ساعه مثلا. الكيوي اللي احنا حطيناه اصلا هو اللي هيساعد ان اللحمه تبقى دايبه. اديها صدمه على النار، لو عندك عزومه بقى اعمليها بكره زي ما انا ما عملت كده، صدمه واعمليها بكره زي ما انا ما عملت. دلوقتي بعمل ايه؟ على ما نجيب فويل نقفل بيه الصينيه عشان نحطها في الفرن الرز البطاطس تستوي، عندي حل على النار. يلا مع حبه البطاطس ديت مع الرقبه نعمل حبه رز ابيض، حبه رز ابيض. عايزه اقول لكم ان انا نسيت احط الطماطم. مفيش حاجه ما بتنفعش،
ممكن طبعا اساسا ممكن تحطيها مع البطاطس من تحت، بس كده كده في بصل. هو لا انا هعمل كده، انا مش عايزه اداري شكل الرقبه، ولو ما حطيتهاش خالص برده ما فيهاش مشكله، بس انا انشغلت في راس الرقبه بصراحه، شكلها مجرم خالص وشكلها في منتهى الجمال، ف الندهه ندهتني ما بصيتش للطماطم اللي جنبي. كده اهي، وتتقفل بقى فويل وتتحط في الفرن، البطاطس تستوي وصحتين وعافيه على قلبكم. عندي ايه؟ عندي زيت على النار، حطيت حبه من الزيت، وهحط دلوقتي زبده علشان الزبده ما تتحرقش، عشان الحله عندي سخنه قوي. هعمل ايه بعد كده؟ هعمل شويه رز ابيض يتقدموا جنب صينيه الرقبه بالبطاطس على النار، فيها زيت، وهنزل دلوقتي فيها الزبده. وهعمل ايه بعد كده؟ هنزل فيهم حبه رز ابيض في منتهى الجمال. بسم الله. رز ابيض عادي خالص، ما فيهوش اي افتكاسه. عايزه تحطي له فصين مستكه ماشي، عايزه تدي له مكعبين مرقه يدي له تطعيمه، بس مش هيبقى ابيض، هتلاقيه مصفر شويه. عايزه تحطي له مرقه لحمه، ما فيهاش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله خالص. 10 كوبايات رز ابيض لما بكون جايباه مش من عند العطار، واكياس مقفوله ما بغسلوش، علشان بصراحه هو بيبقى زي الفل، وعلشان ما ابداش ان انا ما اظبطش الميه بتاعته. لكن لا، اهو بالشكل ده كده الملح بتاعه، بالشكل ده يتقلب ويتحط له عقد الميه بتاعه، ولازم يكون مغلي، الميه تكون مغليه علشان ما ياخدش وقت في التسويه معاكي ويطلع معاكي زي الفل. هسيبه يشرب من النار شويه ويتشوح مع بعض ويشرب من السخونيه بتاعت الحله، ونقفل الصينيه الجمال اللي احنا شايفينه ده. بصوا منظرها عامل ازاي؟ حلو، طعمها يبقى حلو. وتشرف لما تقدميها قدام حد كده، عامله عزومه او حاجه، تشرف. طيب تعالوا نطلع فاصل، في الفاصل هعمل ايه؟ هشوح الرز شويه، والعشرة رز هيتحط لهم ايه؟ هيتحط لهم 11 ونص ميه، ومغليه، ما ينفعش ميه من الحنفيه علشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. نطلع فاصل، في الفاصل هحط الصينيه بتاعتنا بتاعت البطاطس والرقبه في الفرن على درجه حراره 200، نفس حراره المندي، تكمل تسويتها لاخر الحلقه، وهسقي الرز بتاعنا بالعقد الميه المغليه.